بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أبنائي وأحبائي طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم مع درس جديد. درس اليوم هيتكلم عن التكاثر في النباتات. قبل ما نتكلم عن التكاثر في النباتات لازم نعرف شوية حاجات قبلها. أول حاجة، الوظائف الكائنات الحية كلها بتكون بسبع عمليات حيوية. أول عملية حيوية زي التغذية، زي النمو، الإحساس، الحركة، التنفس، الإخراج، التكاثر. يبقى كل ده عمليات حيوية بتقوم بها جميع المخلوقات الحية، جميع المخلوقات الحية بتقوم بعمليات الحيوية السبعة. طبعا كلها عمليات مهمة لبقاء الكائن الحي، ومن هذه العمليات عملية التكاثر. عملية التكاثر هي عملية حيوية تهدف إلى ضمان بقاء واستمرار أنواع الكائنات الحية بإنتاج أفراد جديدة من نفس النوع. التكاثر بيتم بين مخلوقات من نفس النوع لحمايتها من الانقراض، عشان نحميها من الانقراض. طيب التكاثر في النباتات، وده عنوان درسنا النهاردة، بينقسم لنوعين: تكاثر جنسي أو زهري، تكاثر جنسي أو زهري في النباتات، والتكاثر اللا جنسي أو الخضري. التكاثر الجنسي أو الزهري بيتم عن طريق أعضاء التكاثر المؤنثة والمذكرة، ودي بتكون في الأزهار. أما التكاثر اللا جنسي أو الخضري عن طريق أجزاء النباتات الخضرية المختلفة عدا الأزهار، بأي حاجة تانية غير الأزهار. والنبات ممكن يتكاثر عن طريق الساق، عن طريق الجذور، عن طريق الأوراق، في عدة طرق مختلفة للتكاثر الخضري في النباتات. هنبدأ درسنا مع التكاثر الجنسي. التكاثر الجنسي اللي هيتم عن طريق الأزهار. انظر حولك في إحدى الحدائق وشاهد الزهور بألوانها البديعة وأشكالها المختلفة، وقل: سبحان الله الذي أبدع كل شيء. تركيب الزهرة النموذجية. مما تنشأ الزهرة؟ تنشأ الزهرة من برعم زهري يخرج عادة من إبط ورقة تعرف بالقنابة، وتحمل الساق الواحدة غالبا عدة أزهار، ويطلق عليها اسم النورة. يبقى أول حاجة ناخدها في التكاثر الجنسي أو الزهري هو الزهرة، وبنعرف أن الزهرة تنشأ من برعم زهري يخرج من إبط ورقة موجودة، ورقة في الصاف تعرف بالقنابة. الورقة دي بنسميها القنابة. يبقى الورقة دي بنسميها القنابة، وتحمل الساق الواحدة غالبا عدة أزهار، ويطلق عليها اسم النورة. طب الزهرة عبارة عن ايه؟ الزهرة عبارة عن الزهرة نفسها ساق قصيرة تحورت بعد أوراقها لتكوين أعضاء التكاثر التي تقوم بتكوين البذور داخل الثمار. ده تعريف الزهرة. يبقى الزهرة ساق قصيرة تحورت بعد أوراقها لتكوين أعضاء التكاثر التي تقوم بتكوين البذور داخل الثمار. والقنابة هي ورقة نباتية خضراء يخرج من إبطها. القنابة اللي هي عندنا دي القنابة ورقة نباتية خضراء يخرج من إبطها البرعم الزهري الذي تنشأ منه الزهرة، ويطلق عليها غالبا اسم النورة. ويسمى الجزء من المحور الساق اللي بيحمل جزء الساق الذي يحملها بالمحور، والنورة طبعا هي مجموعة الأزهار التي يحملها المحور.
المحيط الزهري أوراق المحيط الزهري الوصفة الكأس السبلات أوراق صغيرة خضراء اللون تحيط بالزهرة من الخارج التويج البتلات أوراق ألوانها زاهية ورائحتها عطرة غالبا الطلع الأسدية قيوط رفيعة ينتهي طرف كل منها بانتفاخ المتاع الكرابل أنابيب مجوفة تشبه القارورة وتوجد في مركز الزهرة. يبقى عندنا هنا أول حاجة طبعا لازم نعرف تركيب الزهرة. تركيب الزهرة طبعا كل الزهور بيختلف عن شكل الزهرة تانية، كل زهرة لها شكل معين، ولكن بالرغم من اختلاف بعضها من الشكل الخارجي إلا إنها معظمها بيتم في عدة أجزاء. أول حاجة عندنا اسمها التخت، التخت اللي بتطلع منه الزهرة اللي هو تحت الزهرة، مش اللي الزهرة بتطلع من القنابة، إنما التخت هو جزء منتفخ في نهاية عنق الزهرة تترتب عليه المحيطات الزهرية. يبقى عند المحيطات الزهرية بترتب على حاجة اسمها التخت. المحيطات الزهرية الأربعة اللي هم الكأس والتويج والطلع والمتاع، دول المحيطات الزهرية. الكأس بيتكون من أوراق خضراء صغيرة تسمى سبلات، يبقى السبلات هي أوراق صغيرة خضراء اللون تحيط بالزهرة من الخارج. طيب التويج بتكون من بتلات، والبتلات اللي هي الأوراق الزاهية الملونة بتاعة الأزهار، يعني أوراق ألوانها زاهية ورائحتها عطرة غالبا، دي الأسماء البتلات. يجي عندنا بعد كده الطلع، الطلع بيتكون من أسدية وهي خيوط رفيعة ينتهي بطرف كل منها بانتفاخ. وبعد كده عندنا المتاع اللي بتكون من كرابل وهي أنابيب مجوفة تشبه القارورة وتوجد في مركز الزهرة. الطلع بتكون فيه الأسدية اللي هي عدو التسكير في الزهرة، والمتاع اللي هو بتكون منه الكرابل اللي هي عدو التأنيس في الزهرة. واحد الكأس المحيط الخارجي من الأوراق الزهرية وأوراقه تسمى سبلات وهي خضراء اللون ووظيفتها حماية الأجزاء الداخلية للزهرة وخاصة قبل تفتحها. اثنان التويج المحيط الذي يلي الكأس وأوراقه تسمى بتلات وهي ذات ألوان زاهية ورائحة زكية لجذب الحشرات التي تقوم بدورها في عملية التكاثر، وكذلك يقوم التويج بحماية أعضاء التكاثر. يبقى عندنا أول المحيطات الزهرية هو الكأس، هو المحيط الأول من الأوراق الزهرية، أوراقه خضراء اللون، أوراق خضراء اللون تسمى سبلات وتحيط بالزهرة من الخارج، والوظيفة بتاعته حماية الأجزاء الداخلية للزهرة وخاصة قبل تفتحها. نيجي بعد كده المحيط الثاني بيسمى التويج، والتويج هو المحيط الذي يلي الكأس اللي هو الثاني، وأوراقه تسمى بتلات، يعني أوراق الملونة بتاعت الأزهار تسمى بتلات، وهي ذات ألوان زاهية ورائحة زكية لجذب الحشرات التي تقوم بدورها في عملية التكاثر، وكذلك يقوم التويج بحماية أعضاء التكاثر. طبعا الحشرات لها دور كبير في التكاثر وهناخده بعد كده إن شاء الله، وبتيجي بتنجذب إلى البتلات ذات الألوان الزاهية وبتكون برضو في رائحة زكية بتجذبها. طلع المحيط الذي يلي التويج وأوراقه تسمى أسدية، وتتكون السداه من خيط ينتهي بانتفاخ يعرف بالمتك، وللمتك فصان لكل منهما حجرتان تحتوي بداخلها حبوب اللقاح. أربعة المتاع المحيط الرابع والداخلي هو المتاع،
وأوراقه تسمى كرابل، والكربلة تشبه القارورة وتتكون من انتفاخ يسمى المبيض، يتصل بأنبوب يسمى القلم، له فوهة تسمى الميسم، ويحتوي المبيض على البويضات. المحيط بعد كده المحيط الثالث يسمى الطلع، والطلع هو المحيط الذي يلي التويج، وأوراقه تسمى أزديه، الأوراق بتاعته تسمى أزديه. تتكون السداه من خيط ينتهي بانتفاخ، للسداه خيط ينتهي بانتفاخ وخيط رفيع ينتهي بانتفاخ، يعرف طرفه بالمتك، والمتك فيه فصان كل منهما حجرتان تحتوي بداخلهما حبوب اللقاح، والوظيفة بتاعت الطلع إنتاج حبوب اللقاح. ممكن يجي نعلل الطلع هو عضو التذكير في الزهرة. عضو التذكير في الزهرة ليه؟ علل، لأنه يقوم بإنتاج حبوب اللقاح. نيجي بعد كده المحيط اللي بعد كده، المحيط الرابع الداخلي بيسمى المتاع، وله أوراق تسمى كرابل، والكربلة عبارة عن أنبوبة مجوفة تشبه القارورة، زي القارورة زي الإزاز زي ما احنا شايفين كده. تتكون الكربلة من انتفاخ يسمى المبيض، وفوق الانتفاخ فيه قلم وفواه بتسمى الميسم. يبقى عندنا الكربلة بتتكون من انتفاخ بيسمى المبيض، وبدخل البويضات، وبعد كده القلم والميسم من فوق. ده تركيب الكربلة، وظيفته انتاج البويضات. طب يجي نعلل، المتاع هو عضو التأنيث في الزهرة، زي ما ان الطلع عضو التذكير، فان المتاع هو عضو التأنيث، لانه يقوم بانتاج البويضات. وكده يا شباب يكون درسنا النهاردة انتهى، اللي بيتكلم عن التكاثر في النبات. احنا خدنا ان التكاثر وعملية حيوية من عمليات السبع الحيوية اللي بيقوم بها الكائنات الحية، تهدف لضمان وبقاء استمرار انواع الكائنات الحية بانتاج افراد جديدة من نفس النوع وحمايتها من الانقراض. وخدنا ان الزهرة هي ساق قصيرة تحورت بعض اوراقها لتكوين اعضاء التكاثر التي تقوم بتكوين البذور داخل الثمار. وخدنا بتركيب الزهرة، الزهرة بتتكون من تخت اللي هو جزء منتفخ في نهاية عنق الزهرة، تترتب عليه المحيطات الزهرية، وقلنا ان المحيطات الزهرية اربعة، هي الكأس والتويج والطلع والمتاع، وان الكأس بتتكون من سبلات خضراء، والتويج من بتلات ملونة، والكأس هو المحيط الاول والتويج هو المحيط الثاني، وظيفتهم حماية الاجزاء الداخلية من الزهرة. ده وظيفة الكأس، وظيفة البتلات طبعا جذب الحشرات التي لها دور مهم في عملية التكاثر وحماية أعضاء التكاثر أيضا. وخدنا المحيط الثالث بيسمى الطلع، هو عضو التفكير في الزهرة. وخدنا المتاع، هو عضو التأنيث في الزهرة. وقلنا أن الطلع بتكون من أزدية، وأن المتاع بتكون من كرابل، والكربلة بتكون من مبيض وقلم وميسم، والأزدية بتكون من خيط رفيع ينتهي بانتفاخ يعرف بالمتق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.